يستقبل المركز الصحي بالخوخة أكثر من 200 حالة يوميا من مرضى الملاريا وحمى الضنك، ذلك في ظل افتقاد المركز إلى المحاليل والأدوية الطبية ولا يمتلك إلى الإمكانيات لعلاجهم. في منطقة الخوخة يتوسع وباء حمى الضنك يوما بعد آخر، آخذا في الانتشار في أوساط الأهالي وملحقا بهم أضرارا فادحة ومهددا حياتهم بالخطر. ويستقبل المركز الصحي في المدينة أكثر من 200 حالة يوميا، وبعض الحالات مصابة بالملاريا، والمركز يفتقد للمحاليل والأدوية الطبية. المركز الصحي الجديد والذي يعاني من تكدس من المرضى المترددين على المركز، الذين يعانون من حمى الضنك والمكرفس والملاريا. إن مديرية الخوخة هي جزء لا يتجزأ من مديريات الساحل الغربي بشكل عام، وهي تعاني من البعوض الحامل لفيروس الدينجو فيفر والشيكنجينيا وكذلك الملاريا. تنتشر أمراض فتاكة وقاتلة بين الأطفال، وخصوصا الأطفال الصغار الذين يعانون من شلل الأطفال والحمى وحمى الضنك وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض والملاريا بكثرة. حاولنا بنتي مريضة مع حمى واسر واسر لا تقوم من الحمى أبدا، من يوم ما عمره 4 أشهر ابتلم بالحمى، من يوم عمره 10 أشهر واصل يرحمى لا تقوم من أبدا مريضة واسر. جابوا الحين مغطية بدون أبر، ما نستفيد به، ما الفائدة مني؟ مين نجيب أبر؟ كيف حق الناس هين؟ كمل عن المرض العكس، واحنا تعبان البيت حن العادية بالعنى من يا بني، والله يا بني تعباني نازحة؟ نازحة، جاسر المغيام. غياب الإمكانات الطبية وعدم توفر المستشفيات جعل كل 3 مرضى يتشاركون بالسرير الواحد، ومن لم يجد سريرا يفترش الأرض كهؤلاء الأطفال الصغار الذين ينتظرون دورهم في العلاج. مركزنا هذا الذي يستقبل أكثر من 120 إلى 150 متردد في الصباح، ونستقبل من 60 إلى 50 في المساء. نحن نناشد منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء الحوامل وكذلك بقية المواطنين والنازحين. الخوخة أصبحت اليوم فيها أكثر من 150,000 نازح، بالإضافة إلى 57,000 عدد السكان. نتمنى من منظمة الصحة العالمية أن تقوم بواجبها الإنساني نحو هؤلاء الأطفال والنساء وبقية الشريحة الاجتماعية من المواطنين. هناك 5 مخيمات في المدينة تستقبل آلاف الحالات، وأرقام الإصابات بهذه الحمى تتزايد يوميا، الأمر الذي يهدد حياة الناس بالموت. والجميع هنا يناشد المنظمات الدولية بإنقاذهم من هذا الوباء الخطير.